مفهوم الفتنه بيختلف من 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 يعني من عند ناس. انا اعرف الفتنه تكون بين المسلم والمسلم، بين المسلم وغير المسلم، سميها خناقه، سميها معركه، سميها خلاف، سميها اي حاجه، لكن ما اسمهاش فتنه. كنتم خير امه اخرجت للناس، ما قالش انتم خير امه. لو قال انتم خير امه كنا هنبقى صلينا ما صليناش، صمنا ما صمناش، احنا خير امه. لكن لما قال كنتم خير امه عشان في شروط جايه، ايه هم الشروط؟ شرطين اساسيين: تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. سليم؟ فازاي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بقى مكروه عند المسلمين ومنبوذ بالشكل ده؟ تمام؟ ازاي الاله الشيطانيه الاعلاميه بتهيئ المسلمين للعداء لدينهم والكراهيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ طب احنا لو طلع عندنا امر بالمعروف والنهي عن المنكر، او حد يامر بمعروف او ينهي عن المنكر، يبقى ده مجرم، قتل، قتل، سفاح. حادث السويس ده هو الثلاثه من الشباب اللي في منطقه معروف ان البنات والشباب بيختلوا ببعض فيها، فالثلاث شبان دول همت بيقفوا: انت مين يا بنتي؟ انت مين؟ فين تليفونك؟ يكلموا اهلها: بنتكم في الحته الفلانيه، تعالوا خدوها، علشان يمنعوا الايه يعني التصرفات اللي هي مش أخلاقية اللي بتحصل في المنطقة دي. طيب. كويس؟ اللي حصل ان هم استوقفوا الشاب ده والبنت دي، الشاب معاه سكينة او مطوة، فبدأ ان هو يعني مش عاجبه التصرف بتاعهم، حصل خناقة، ضربهم بسكينة، ما عورهم، راحوا مضربينه، راحوا مموتين. السؤال بقى: لهم اعلنوا ان هم جماعة امر بالمعروف ولا نهي عن المنكر؟ ولا هم ادعوا ان هم بيعملوا كده من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ولا ليهم اي صله خالص؟ هو تصرف. كويس؟ مين ادعوا الحق؟ لا، ما لهمش حق. انا متفق، ما لهمش حق، مش دي القصه. انا مش بدافع عنهم هم. التطبيق ده مراحل، ما ينفعش اطبق حاجه على ناس على تجهل هذا الامر. يعني انا النهارده ما ينفعش اقيم على الناس شيء هو الشرع بتاعنا كده. الاول الناس تعرف وبعدين تحاسب. عرفهم ازاي؟ عن طريق البرامج الدينيه، عن طريق البرامج الدينيه، خطب الجمعه، الدروس، الكتيبات. داخلين في مرحله طباعه منشورات وحاجات صغيره كده وتتوزع فلاير. تمام. هتقول ايه بقى في الفلايرز؟ هنقول بقى الفلايرز ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. سليم؟ ما هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ من الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ انت تأمر تنهى عن منكر باليد، انت تنهى عن المنكر باللسان، انت تنهى عن المنكر بالقلب. ايه هو المنكر؟ ايه هو المعروف؟ سليم؟ مفهوم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. مع كامل احترامي، يعني حضرتك شايف ان العصر يناسب ده؟ يعني بص بقى حضرتك، انا هجيب من الاخر. ايه هي؟ العصر يناسب والعصر ما يناسبش. تمام؟ احنا عندنا اله فاهم العصر والمغرب والعشاء، وفاهم الزمن، وفاهم السنين، وفاهم سنة 2000 وسنة 10000. واله لما انزل الدين وانزل الشريعة، عارف ان الدين بتاعه يناسب العصور كلها والدنيا كلها. بس اللي حضرتك بتتكلم عليه ده مش من صميم الدين. ازاي؟ يعني انت دلوقتي بتتدخل في يعني في خصوصيات الاخرين. خصوصية الآخرين إن الرجل يعمل اللي هو عايزه في بيته، بس الشارع ده مش خصوصية، والمرأة تفعل ما تراه في بيتها، لكن الشارع مش خصوصية. الشريعة الإسلامية حضرتك من الآخر خالص ليست معتمدة، يعني مش الأصل فيها القناعة، الأصل فيها الطاعة مش القناعة. يعني هتخلي الشعب مطيع إزاي؟ ما يفرض ما اقتنعوش. لا، مش أنا اللي هخلي الشعب مطيع. أنا دوري تثقيفي، توعية، يعني تعليم. ثقفوش، ما اقتنعوش. لا، هيطبق بقى غصبا عنهم، خلاص دي ما فيهاش كلام. أيوة. ده شرع ربنا. ازاي بقى غصبا؟ ازاي بقى حضرتك؟ هنتطور ان شاء الله باذن الله، ان احنا الدستور البايظ اللي طلع دوت ان شاء الله يجي بعد كده. ده بايظ جدا، الدستور ضايع خالص. ليه بقى؟ لان الماده الثانيه اللي فيه جريمه. اللي هي ايه الماده الثانيه اللي هي بتقول؟ لا، المادة الثانية اللي هي بتقول مبادئ اللي جزء منها بيقول ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. امال ايه بقى المفروض ايه؟ لا، دي كارثة، عيب، ده سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. مبادئ الشريعة الإسلامية، مين اللي عمل المبادئ دي؟ مين اللي أنزلها؟ ربنا سبحانه وتعالى. لما ربنا سبحانه وتعالى ينزل مبادئ، يعني المبادئ دي بتاعت ربنا،
المبادئ دي هي الله، ننزل نقول على الله نعم ولا ربنا ما حدش يختار. قصدك على الاستفتاء يعني؟ الاستفتاء بس الاستفتاء بالمقام الاول ما كانش ليه علاقه بالماده الثانيه، كان ليه علاقه ان الدستور كله على بعضه مش انا نازل استفتاء على دستور، الدستور ده بيقول ربنا اه ولا لا، من ضمن المواد ان في ماده ما هو المبادئ الشريعه الاسلاميه التي انزلها الله، التي هي من صنع الله، التي هي احكام الله، التي هي قوانين الله، قوانين الله لا يستفتى عليها، شرع ربنا ما فيش استفتاء عليه. نختلف قوي 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 مين اللي يطبق، اوافقك كويس، لكن اقاتل على ان البلد تحكم بالشريعه الاسلاميه. فرق في انك تطبق عليه القانون من وجهه نظر دينيه، تمام، هو ممكن يعند لمجرد ان هي من الدين، يعني لمجرد انها من دين، مجرد انها من الاسلام، مش يبقى عليه ان يلتزم، ده ما فيهاش كلام. التزمت الدولة والتزم المسيحيين في مصر بالأحكام الإسلامية مئات السنين، تمام؟ اليهود عاشوا تحت حكم الدولة الإسلامية وتحت حكم المسلمين 1300 سنة بدون مشاكل. الصراع المصري، الصراع الإسلامي الصهيوني بقى له قد إيه؟ مش من سنة 17؟ يعني من 100 سنة لأربعة قبل وعد بلفور في سنة 1817، كويس؟ 1917 كويس. قبل وعد بلفور كان اليهود عايشين مع المسلمين ازاي؟ ده المسلمين ليهم حضارة في الأندلس اليهود موجودين فيها، لما سقطت الحضارة الإسلامية هرب اليهود من أوروبا، واللي ما قدرش يهرب هتلر دبحه وحرقه. احنا بننشر الثقافة وبنقول للناس علشان يبقى كل أعذر خلاص، تمام؟ يبقى الكل عرف، تنبيه، سليم. بعد كده بنسعى لإصدار التشريعات والقوانين والدستور المطابق للشريعة الإسلامية. مين اللي هيصدره بقى؟ لا، البرلمان المنتخب من الشعب. احنا هنسعى بعد ما نعلم الناس انك ما تختارش الا اللي هيطبق الشريعة الإسلامية. بمعنى هتختار واحد هيطبق شريعة إسلامية هتروح الجنة صريحة، هتختار واحد هيطبق شريعة غير الإسلامية هتروح النار انت وهو، بوضوح جدا. هتقول الكلام ده في المساجد، هقوله في المساجد وهنقول للناس تقوله في المساجد، تمام؟ لأن المساجد للسياسة وللثقافة والاقتصاد والتجارة والرياضة، المساجد دي ما هياش صلي صوم اعبد ربنا قول لا إله إلا الله سلام عليكم وعليكم السلام، لا. السياسة من الدين، ومقولة لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة مقولة كفرية تخرج المسلم من الدين بتاعه. مفيش حاجة اسمها لا سياسة في الدين، الدين في السياسة، الدين في الرياضة، الدين في الثقافة، الدين في التعليم، الدين في الصحة، الدين في الزراعة، الدين في الصناعة. هيكون مقررنا رئيس الأزهر، علماء الأزهر، الأزهر بعد الإصلاح إن شاء الله، وعلماء الأزهر يعني هم دول المقرر يعني الرئيس. بعد الإصلاح يعني بعد ما الأزهر مش شيخ الازهر ده هيتشال، امال هو هيفضل طول العمر؟ ما هو منصب ما بيمشيش الا لما بيموت. طيب ان شاء الله يعني يموت باذن الله ويمشي ونخلص منه باذن الله، ربنا يبقى يا رب يموت دلوقتي. كويس؟ الازهر بعد ما يرجع الازهر، معلش هو الازهر دلوقتي بيتعافى. كويس؟ يعني هو الدستور الجديد خلاها مؤسسة مستقلة. هياخد فترة علشان يطلع من مؤسسة تابعة كويس للسلطان لمؤسسة مستقلة، سليم. فشيخ الأزهر ده اتعين في ظل التبعية، كويس، وتربى في الأزهر على التبعية. ما هو الأمر بالمعروف حضرتك، قمته، قمة الأمر بالمعروف أن تدعو الناس للإسلام، تدعو المسلمين لصحيح الإسلام وتدعو غير المسلمين للإسلام، والنهي عن المنكر قمته النهي عن الشرك والكفر، سليم. طب واذا كان واحد مش مشرك ولا كافر بس مسلم، انهى عن المنكر، يبقى انهى عن شرب سجارة، عن دخان، عن اغنية، عن فيلم، عن قنوات. طب هيقول لك لا، هيقول يعني هو لو قال لك لا مش هعمل ده، جميل، تحبسه عشان بيسمع اغنية وبيشوف فيلم؟ لا، بيسمع الاغنية فين؟ مشغل اغنية في عربيته، في عربيته، مسمع حد؟
معليها معليها لا ازاي طيب شفتي بقى حضرتك مستغربه قوي يعني تعرفي ان في امريكا لا انا عشت في امريكا 15 سنه ممنوع تعلي الكاسيت بتاع العربيه بره عربيتك ام الديمقراطيه اللي في العالم كله ممنوع تشغلي صوت او تشيلي راديو او كاسيت او ام بي 3 او اي حاجه حطي سماعه في ودنك لنفسك وبس لو السماعه اللي في ودنك صوتها عالي وضايق اللي جنب منك من حقه ان هو يقول لك بطليها ولو عند المحطه بتاعه المترو يوقفك والشرطه تاخدك ده معناه مش هيبقى في سينما دي في المراحل المتقدمه ان شاء الله مش هيبقى في سينما باذن الله ولا مسرح ولا كليبات طيب بس ولا تلفزيون طيب يعني طب هنعمل ايه في التلفزيون الفن 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 مشكله مش كده يعني مش مشكله بس هنعمل فيهم ايه من يوم ما ظهر الفن في مصر وطلعت السينما والتلفزيون والمسرح كويس نشوف احنا مستوانا يعني الفن ده خدمنا في ايه يعني ايه الخدمه الجميله اللي الفن قدمها للمجتمع في الزراعه على العالم في الاكل لا ما تقدرش تميزها في الصناعه ما تقدرش متخلفين جدا طب ما في التعليم في السينما في التعليم احنا كارثه ما عشان نجحنا في السينما فشلنا في كل حاجه اذكري لي حاجه واحده نجحنا فيها هي منظومه لكن ما تقدرش تقول ان السينما هي السبب السينما من يوم ما بدانا نخش في الفن خربنا في كل حاجه في شرم الشيخ لا هيبقى في انضباط في الشواطئ ان الشاطئ دوت للنساء من الساعه كذا للساعه كذا ممنوع الرجال وتلبس المايوه اللي احنا هنقول ان هو ده يكشف ايه ويستر ايه طب افرض ما رضيتش هتطلع عليها ان شاء الله معناها جت ايه المشكله يعني افرض عملت كده هترحلها لا مش هرحلها مش هتدخل الا بالضوابط احنا بصي عهدنا في الناس دول هم احترامهم الشديد جدا 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 كويس لرغبات الغير ما بيعتدوش ده معناه انك هتمنع التدخين هتمنع بيع الخمور هتمنع انت في امريكا ما تقدريش تشربي السيجاره ولا حتى في الشارع انا بتكلم في شرم ما انا بقول لحضرتك انا بكلمك عن امريكا ما تقدريش تشربي سيجاره على شط البحر ماشي بس ما لهوش علاقه بالدين هناك ليه علاقه بالصحة يا سلام يعني هو انا لما اقول لك ممنوع من باب القانون يبقى حلو ممنوع مع ارضاء لله يبقى وحش زي ما هو عنده ممنوع وحده يبقى مقبول عنده احنا بنتوهم في الاجانب حاجه هو ممنوع يدخن ممنوع ان هو يعني يجي هو وصاحبته مثلا انا اسال سؤال بقى لا لما يجي هو وصاحبته واخد بال حضرتك ازاي انا ملياش علاقه ملياش ان انا اتدخل واقول له مين ده ومين دي تمام كويس اتنين جايين مع بعض ده داخلين وحاجزين وهيعيشوا في الفندق تمام سليم قعدوا في الفندق سليم بص حضرتك الاجنبي اللي جاي لنا من اوروبا ومن امريكا ومن اليابان ومن دول الغرب مش مزنوق في حته ياخد فيها البيت ومش لاقي مكان فما فيش الا مصر هي ديت يعني ايه ال ايوه افرض هو عايز يجي هو وهي انا مصر. بس هقول لحضرتك على حاجه حرمناه انا بس افهمك حاجه القصه عنده مش غرزه يشرب فيها ازازة بيرة ولا اوضه ياجرها علشان ياخد فيها بيت يتدارى ولا خرابه ولا بتاع ده كويس ولا ان هو جاي علشان يعني يعمل المصيبه اللي مش قادر يعملها في بلده الحريه الجنسيه متوفره عنده هناك جدا 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 الشرب العري اللبس الكلام ده هو عايشه هو متعته ان يجي مكان بيقول له عيش بطريقه مختلفه هي دي السياحه انما انا اقف على ثلاث نقط سليم ايه هم الثلاث نقط بقى حضرتك شرب الخمره العري والاباحيه والجنس تمام يرتبط بالعروه والاراحيه والاباحيه والجنس الفعل الثالث اللي هو داخل فيه شويه اللي هو السياحة بتكسب منه ايه هما ان الكلام ده هتلاقيه يمكن في شوية الشواطئ بتاعت البحر الاحمر وشرم الشيخ والكلام ده المساج تمام المساج ده تعرف ان البنت بتشتغل 12 ساعة ممنوع تقعد على كرسي ممنوع تقعد 12 ساعة ممنوع تخش حمام ممنوع تشرب بق مية ممنوع تاكل ممنوع تشرب تفضل مرزوعة 12 ساعة عشان واحد يخش يتفرج على البنات اللي موجودين كما لو كانت أسوأ من تجارة الرقيق والعبيد ويختار يقول البت دي فيخش ينام على السرير في غرفة مغلقة عليه هو وهي عريان موت وهي تبدأ تعمل له مساج